أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونحن نقترب من إحياء الذكرى المزدوجة لأحداث 20 أوت، هجمات شمال القسنطيني ومؤتمر الصمام. نخصص حلقات متعددة هذه الأيام للعودة إلى الذاكرة وإلى التاريخ الوطني من كل جوانبه السياسية والاجتماعية والثقافية وكل متكامل، لأننا نعتقد أن التاريخ شارك في صنعه الجميع، ولم يكن فقط عملا مسلحا أو عملا سياسيا، وإنما هو نتيجة تراكم لعدة تجارب من الجزائريين. للحديث عن الجوانب الأخرى التي لا نذكرها جميعا، لأننا نكتفي فقط بالتاريخ السياسي وبالتاريخ العمل المسلح والثورة التحريرية، جانب متعلق بإسهام ومشاركة المثقفين أو المتعلمين ودور المدرسة في العهد الكولونيالي وما بعد العهد الكولونيالي في تاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية وأيضا لما بعد الاستقلال. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في هذا العدد الأستاذ الدكتور عيسى قادري، الذي له باع طويل وبحث عميق في هذه المسألة، مسألة مساهمة المثقفين في الحركية التاريخية الوطنية. نسعد بلقائك أستاذ، مرحبا بك، مرحبا بك معنا. للمشاهدين فقط للتذكير أو للإطلاع، أستاذ عيسى قادري له عدة مؤلفات وغزير الإنتاج العلمي والثقافي، لكن نكتفي في هذا العدد بذكر بعض العناوين، منها انستيتوتور اي انسيانيون الجيري كما تشاهدون، كتاب يحيط بتاريخ وسوسيولوجية التعليم والمعلمين في الجزائر، وأيضا عندنا كتاب آخر يعرج على التاريخ تاريخ الجزائر من برؤية شباب مؤرخين، أي رؤية جديدة للتاريخ بعنوان La guerre d'Algérie revisité. أيضا في نفس الموضوع، موضوع المثقفين والمساهمين في الحياة في حيوية المجتمع، نجد انجينيور الجيري دون لي زاني 1960، هذه الفئة النادرة أن نجد مهندسين في تلك الفترة في الجزائر. أيضا وهذا كتاب جدير بالمطالعة تحت عنوان باركور دانتيليكتويل ماغريبان، مسار مثقفين مغاربة. نعم، وأيضا كتاب ربما سنتناوله في الحلقة المقبلة، يتحدث عن المهاجرين الجزائريين والهجرة الجزائرية نحو أوروبا وفرنسا بالتحديد خلال الحقبة الاستعمارية، وفيه كثير من الصور التي تستحق المشاهدة والتأمل والتأمل بتمعن. أهلا بك أستاذ، ولا يسعنا إلا أن نشكرك لهذا الإنتاج الغزير وإنتاجات أخرى ربما لا تتسع هذه الطاولة، لكل الكتب التي ألفتها والبحث العلمي الذي بدأت به منذ أن بدأت التعليم التدريس من الجامعة أو قبل ذلك في 1969، بدأت السبعينات في السبعينيات، وقبل ذلك كنت
تدرس في دكتوراه التي نلتها في 1967. أنا بك الآن رأيت من خلال هذا صباح الخير هذا العينة الذاكرة أنا اشتغلت كثير على الذاكرة، الذاكرة الوطنية ليست ذاكرة سياسية إنما ذاكرة شعب مجتمع يتكون يتشكل عبر فئات كثيرة منه. كيف ما هو بالنسبة لك أهمية الحديث عن الذاكرة؟ صباح الخير، شكرا على الدعوة. الموضوع مهم جدا هو موضوع الذاكرة والتاريخ. الذاكرة هي موضوع يدرس التاريخ. La mémoire n'est pas l'histoire. L'histoire peut travailler sur la mémoire. La mémoire, elle est sélective. Elle est sélective, elle est subjective. Sans parler de mémoire individuelle, de mémoire collective. La mémoire, elle est... هي أكثر فيها ذاتية من التاريخ. التاريخ يتميز بالموضوعية. صحيح. Elle est sélective, elle est subjective. انتقائية. Elle est sélective, elle est subjective. Elle n'est pas l'histoire, parce que l'histoire, c'est un métier, c'est une profession qui nécessite une méthodologie, qui nécessite des méthodes de travail qui nécessitent des formes d'objectivation. ذاكرة تنطلق من اتخاذ موقف مسبق. أستاذ قادري، رأينا من خلال تقديمكم لهذه تقديمنا لهذه المؤلفات حول التاريخ، حول أن الاهتمام بالذاكرة ليس أمرا طرفيا يعني، وإنما هي هو مهم في بناء المجتمع، في بناء الأمة. والتاريخ أيضا يساعد على اشتغال على الذاكرة. ماذا تمثله الذاكرة الجزائرية الآن في وقتنا الحالي بعد ما يقرب من 60 سنة من الاستقلال؟ راني نقول لك باللي الذاكرة ماشي التاريخ، وكاين ذاكرات متعددة. كاين ذاكرة تاع الشخص، والذاكرة تاع فئات، والذاكره تاع طبقات. نعم نعم. والذاكره لا ميموار اللي سيليكتيف اللي سوبجيكتيف اللي اللي ان ريكونستركسيون ا بوستيريوري دو كيك شوز. سي دي فورم دو ريبريزونطاسيون دو باسي كي تيان ا دي انديفيدو دي غروب دي كلاس ايتترا. دونك سي با ليستوار. ليستوار سي اون ديسيبلين دي سيونس سوسيال. C'est une discipline qui nécessite, donc qui a ses règles de disons, professionnelles. Voilà, des règles de travail qui doit objectiver les faits sociaux, qui travaillent sur la mémoire. L'histoire travaille sur la mémoire. Ouais. Mais la mémoire est comme objet de l'histoire. Sur les rites, le patrimoine. Voilà. Donc il est important que l'histoire travaille sur la mémoire. Disons qu'il faut se féliciter qu'aujourd'hui, entre par exemple notre pays et la France, se mettent en place des commissions d'historiens. Il faut veiller à ce que ce soit des historiens qui travaillent sur ces mémoires, sur cette mémoire et sur cette histoire des relations tumultueuses franco-algériennes depuis le début de la colonisation jusqu'à notre indépendance, voire même après les indépendances, puisqu'il y a aussi des choses qui se sont déroulées après l'indépendance jusque dans ces dernières années qui ont construit aussi une représentation des uns et des autres des pays et des questions qui ont traversé cette histoire. طيب احنا دائما لما نتحدث عن التاريخ يعني عموما، واحنا حتى كإعلاميين لما نتحدث عن التاريخ نتحدث أكثر عن تاريخ سياسي، يعني الحركة الوطنية أحزابها وكذا، وبعد كيف تطورت الأمر إلى ثورة التحرير الوطنية، ولكن نهمل كثيرا التاريخ اللي صح التعبير الخلفي يعني اللي يشكل المجتمع نفسه، تاريخ المجتمع.
لا نتحدث كثيرا عن الفلاحين، لا نتحدث عن الطبقة العاملة، لا نتحدث عن المثقفين والمتعلمين، لا نتحدث عن المهاجرين، عن دور هذه الفئات كلها في تشكيل الوعي الوطني الذي أدى في النهاية إلى مطلب الاستقلال الجزائري الذي لم يكن موجودا يعني خلال المقاومات الشعبية، لأن المقاومات الشعبية كانت مقاومات لم يكن عندها مطلب الاستقلال، لأن الوعي لم يتشكل كما تشكل منذ بداية القرن الماضي. الآن أنت عملت أكثر، ركزت في عملك على المثقفين. لماذا أولا ركزت على المثقفين؟ ما هي أهمية المثقفين المتعلمين المدارسين في هذا المجال؟ كما قلت الآن نتحدث وكثرنا تحدث. هو العلوم الاجتماعية هي تدعينا أن نروح ونشوف المجتمع، ندرس المجتمع، نديروا بحوث عن المجتمع ونتابع المجتمع في التاريخ ونشوفوه كيف يتغير. دونك il faut revenir à l'analyse des sociétés, à l'analyse de la société pour comprendre comment celle-ci a évolué dans l'histoire. Il faut faire des enquêtes et c'est le travail des sciences sociales. C'est le travail des sciences sociales, c'est le travail des sciences historiques, de la science historique, de l'histoire, c'est le travail de la sociologie, de l'anthropologie, de comprendre comment s'est structurée la société, comment elle a, quelles sont les contradictions qui la traversent, comment elle a évolué et quels en sont les résultats aujourd'hui. Donc c'est ça un petit peu que nous avons essayé d'abord de développer ici, au sein d'institutions de recherche qui sont toujours développées au sein de centres de recherche algériens. Je parle pour moi au moment des années 60, puisque tout à l'heure, quand tu as dit le Sittinette, il y avait des centres de recherche en sciences sociales. Il y a eu un centre de recherche en sciences sociales très, très dynamique, très important, qui a été mis en place en 1967. وهو لو سيرداس لو سنتر ديتود دو ريشيرش ان سيونس سوسيال كي ا ايتي مي ان بلاس او سان دو لانستيتو ديتود بوليتيك دالجير ان 67 كي ا ترافايي دون ديفيرون دومين جاز عليه سي الله يرحمه سي محمد بوخبزه جاز عليه عده مثقفين. يعني نقدر نقولوا يشبه شويه للسي ان ار اس سيتي دايور وي C'est le CNRS, il y avait ce qu'on appelait l'OCS, l'organisme de coopération scientifique qui a géré la transition Bin France à Algérie et qui a cédé un certain nombre de centres, mais qui a continué à faire fonctionner des centres. Mais le CERDES a été mis en place, c'était nouveau, comme centre d'études et de recherche, en 67, sous la direction de quelqu'un qui peut-être à la retraite, qu'on a un peu perdu de vue, qui était un intellectuel de haut vol, qui c'est M. Aberkan. Aberkan, qui était un grand spécialiste d'économie politique, qui a été à un moment spécialiste d'économie des transports, qui a été directeur, on le connaît peu, de l'Institut d'études politiques d'Alger en 67. Monsieur Aberkan a été directeur de l'Institut. Et donc, il a initié, avec Fanny Colonna, qui est une autre Algérienne, il a initié, il a mis en place ce centre sous la direction de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, qui était là pendant la guerre, qui a été ici pendant la guerre, qui a été militaire à l'époque et qui est revenu en Algérie pour continuer ses travaux, notamment sur la Kabylie, sur l'anthropologie. L'anthropologie, il a continué à travailler, donc ici. Et en 67, il a renouvelé son approche des sociétés à partir de l'éducation, tarbiya. Et non pas, il n'a plus analysé les choses du point de vue d'anthropologie, mais du point de vue de sociologie de l'éducation, à partir de 1967. Donc il y a eu, des travaux ici, Je peux donner des. Il y avait Rachid Sidi Boumediene qui a commencé à travailler sur
الأوربانيزم سو ديفلوبمون. الآن لما نتحدث عن المثقفين يعني كيف يعني تم تشكيل الطبقة المثقفة في الجزائر خلال الاحتلال؟ يعني كان فيها مدارس إسلامية. لازمنا نرجعوا للتاريخ باش نفهموا هذا. هو حبينا تعطينا انشاء المثقفين، حبينا تعطينا فكرة نبذة كيف يعني تشكلت هذا الجناز تاع الجناز دو دي انتيليكتوال اون الجيري. دونك اي فو ريفينير ا ليستوار، اي فو ريفينير اوز انك. نو افون ايسيي دو فير لي انك. الوغ كون كون la France donc arrive en Algérie, conquiert l'Algérie. On sait ce que ça a été la colonisation comme exploitation, comme déni de droit, comme souffrance, comme répression. Hein. Quand la France est arrivée donc dans les années 30, il y avait en Algérie مثقفين. ما كاش الأمية يعني. ما كاش جوستومون. هذه معروفة ويقولوها مؤرخين فرنساويين. نسبة من المتعلمين. نوتامون توكفيل. واش يقول؟ يقول المستوى الثقافي في الجزائر كان أعلى على المستوى الثقافي في فرنسا في ذاك الوقت. كان يقولها، قالها وكتبها. نعم. كانوا مثقفين وكانت مدارس وكانت تربية في الجزائر مع الروح المركزية اللي كونسونتريزم تاع توتوكفيل. اعترف يعني واعترف ماشي غير هو، كاينين اخرين اعترفوا بهذا الشيء. بصح لازم شوف العلوم الاجتماعية تدينا باش ندقوا التحليل. المشكل سي با كانت مثقفين وكانت مدارس وكانت تربيه وكانت مستوى عالي. بصح هذا انتاج فكري ايضا. اسمح لي فيه انتاج فكري، فيه انتاج. شوف غير الامير عبد القادر جو اكسبليكي اون شوز تري امبورطونت. مام فرنسا كانت قلت لك اقل مستوى الجزائر، مستوى ثقافي كالجزائر اقل. بصح ما يلزمناش نخلطوا في التحليل. avoir un système d'enseignement traditionnel, avoir des intellectuels traditionnels n'est pas avoir des intellectuels modernes et un système d'enseignement moderne. C'est ça la France a dû تصليحات في مجال التعليم والثقافة والتربية. مع المدرسة الجولفيرية. مع 1883 بحيث ما يمسش كل المجتمع. خلينا نحكي لك على فرنسا ومن بعد نقولوا الجزائر واش دارت في الجزائر. دارت اون فورم دورغانيزاسيون مودرن. ليكول ايت اون فورم دورغانيزاسيون مودرن كي اباري دايور كي سو كونستيتيو سانستيتيوناليز دون سا فورم اكتويل اترافير لو كابيتاليزم. سيت اون فورم اوربان. سيت اون فورم دورغانيزاسيون افيك دي ريغل دو فونكسيونمون، اون هيرارشي. L'effet de sanction du diplôme. Je vais vous donner un exemple. Qui te joue dans la madrasa, qui te joue le diplôme. Le diplôme, il te donne un niveau, il te donne un degré, il te donne un travail, il te donne un travail ou un travail. Mais dans le système traditionnel, tu te donnes un système, ou tu te donnes un travail dans le Coran, ou tu te donnes un travail dans le Coran, ou dans le canon. ما الدبلوم تاعك يا با ديبلوم يا با سكو نابيل لا سانكسيون كي لو ديبلوم ولي في لي في سيرتيفيكاسيون يا با سا سي لا فورم مودرن اي كي ريلي او ترانسفورماسيون ليكونومي. فهمت؟ هذا هو المشكل. هذا هو المشكل. سيت فورم مودرن سي انستالي اون الجيري ا بارتير دي زاني 80 كيما يقولوا جيل فيري وكذا وكذا. بصح كونت سي انستالي اون 1880 لي كولون comme les Français d'ailleurs, comme le pouvoir métropolitain, ils ne voulaient pas donner de l'éducation aux Algériens. Parce que les gens qui ont fait, ils ont
ضدنا ويولوا يحاربونا بالثقافه نتاعنا او دايوغ سي سي دايوغ سكي سي باسي كي كي تقرا عيد حمد ولا بن بلا ولا كلهم كلهم عباس عباس كاع يقول لك حنايا افطلنا افطلنا في المدرسه الفرنسيه فهمنا بعد نعم فهمنا التاريخ مع الثوره الفرنسيه هي اللي فطنتنا وتعلمنا والاساتذه اللي قراونا هما اللي عطاونا وعي ولاو يحاربوا فرنسا بالثقافه اللي جاتهم من المدرسه فهمت الان لو نتتبع يعني مسار التعليم ذكرت منذ قليل بان فرنسا لم تريد ان تعلم الجزائريين بقوه لكي لا يعني يعود عليها بال ايه ولكن في النهايه كان في فئات من الجزائريين ما هي نوع الفئات التي شوف كانوا ربع فئات النجم هكذا نقول نعم تقريبا باسكو انا دارسينهم في هذه الكتب وفي بحوث متعدده كاين ربع فئات كاين زوج فئات اللي خرجوا من المدرسه الفرنسويه هما لي زانستيتوتور نعم كي دخل المعلمين معلمين معلمين في ليكول نورمال تاع ابو سبيعه كي دارتها كانت كانوا دو سيكسيون زوج فرق الفرق ا بور لي زوروبيان والفرق بي بور لي زانديجان وتقريهم وتخرجهم خرجوهم منها نفس التعليم نفس التعليم نفس المحتوى كاين نجمو نعمقو باسكو عندنا وقت هكذا كاين كاين نفس التعليم تقريبا بصح كاين فرق في المعيشه في نعم في الخلفيه الاجتماعيه كي هذا هذو لي دو سيكسيون ايتوني في ابري 47 بعد داروهم بعد الحرب الثانيه في لي 50 اون بو دي ابري 49 دو 47 ا 50 ايزو اونيفي لونسيغمون اي لون بلوز او موان اوفير بار لي ريفورم دو 49 47 49 اي مي بقات كومام الفئه هذه قليله فئه المدرسين هذو فئه قليله خرج منها مولود فرعون خرجوا منها بزاف مولود معمري بلوطار خرجوا بزاف كونكوني دي زانستيتوتور كونو ريكوني دونك هذه فئه وهذه فئه قراتهم فرنسا على طريق اللائكيه نعم المدرسة هي حبت نعم. هي حبت تولى عليهم باش يمثلوها ويدرسوا ديزون القيم تاعها باش محسوب يزاسيميل هذه فئه وكاينه فئه تاع اللي خرجوا من المدارس الفرنسيه لي ميتيرسا فرونسيز فرانكو مسلمان منهم ثعالبيه نعم منهم ثعالبيه خرجوا منها كما سي مصطفى الاشرف نعم كما الاب تاعي خرج من الثعالبيه جا بوسعاده وقرا هنا في الثعالبيه في الثلاثينات ها الربعينات كاين هذا اسمح لي نكمل برك نعم. فضل. قلت لي سالتني عن نعم وكاينين هذو زوج فئات كاينين زوج فئات اخرين كاينين اللي خرجوا من المدارس الباديسيه باسكو بن باديس في الثلاثينات هناك مدارس حزب الشعب ايضا اه في المدارس الثلاثينات لا حزب الشعب ما كانتش فورسيمون انستيتيوناليزي كوم كنت دي زيكول ميليتونتيس ما دو دي فريز ايكول وداروا دي فريز ايكول دون لو سونس فرونسي وين يقروا لي ماتيماتيك لي لونغ اتسيتيرا اتسيتيرا هادو ليكول ريفورميست دون لي يا يو بلو دو 40000 ايتوديون ايلاف دون سي زيكول ثلاثينات ربعينات 40000 وكاين متقلدين لي تراديسيوناليست لي خارجين من الزوي لي خارجين هادو مثقفين ثاني تاع الزوي وتاع الجامع وتسيتيرا دونك يا يو 4 كاتيجوري ومن بعد ابارتير دي زاني 40 جات فئة أخرى هي الفئة اللي خرجت من الجامعة الفرنسية في الجزائر وما كانوا قليلة يعني ومن بعد ولوا يروحوا لفرنسا منهم عباس جماعة كبار راحوا يقراوا في فرنسا
وداروا ميدسين دروا فارماسي اتسيترا مونبلييه تولوز كذا. هذا هو عيسى قدري الوقت تغلب علينا يعني الحقيقة لأن الموضوع متشعب ومحتاج واسع. سنعود إليه في الجزء الثاني من هذا البرنامج. نلقاكم مشاهدينا الكرام في جزء ثاني مع الأستاذ الدكتور عيسى قدري للحديث عن حركية ثقافية وتعليمية في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية وامتدادها أيضا لما بعد الاستقلال. نلقاكم مجددا إذن، وإلى اللقاء في الجزء الثاني.